في الفيديو النهاردة هكلمك على اتنين مهمين قوي في حياتك، ابوك وامك. ازيكوا يا اجمد واصيع ومحترمين، برضو اصيع ومحترمين، لان احنا هنتكلم النهاردة على الاب والام، فلازم يبقى فيه شوية احترام. بس قبل ما اتكلم على الحتة بتاعت الاخلاق والاحترام والكلام ده، لازم نتكلم على الصياعة شوية. في براند اسمه، مش عارف ثانية، ايوه ظهر كده، الكسندر ستيرلينج سيلفر. ده محل بتاع فضة، ستيرلينج سيلفر ده نوع من الفضة، بيصنعوا الحاجات بتاعت الفضة بتاعتهم. وبصراحة هم بعتولي حاجة، بعتولي البريسلت دي وبعتولي سلسلة، فانا طبعا الصراحة يعني قلت لهم بص شكرا على الحاجة وكده، بس يعني مش عايز ان كل شوية بقى حد يجيب لي حاجة فاقول شكرا للي جاب لي وكده، ويبقى بس ان انا بقول للناس عن المحل او كده. طب ما تيجي نعمل حاجة ألذ وتبعتولي حاجتين تلاتة كده، يعني عشان نصيع كلنا ونبقى لابسين نفس الحاجة. بعتولي تلات حاجات بيتلبسوا هنا، عشان في تلات صياع هياخدوا الحاجات دي. فاكتبوا تحت الفيديو انا عايز الانسيال الفضة، وهعملها بطريقة عشوائية جدا عشان ادي التلاتة دول لتلاتة مختلفين. شكرا الكسندر سيلفر على الحاجات اللذيذة دي، والحاجات اللي فعلا الكواليتي بتاعها شكله لذيذ قوي، وانا بحب الحاجات اللي الفضة اللي بتقعد تلمع وهي كده جدا. يلا ندخل في موضوع الفيديو. قبل ما اقول اي حاجة، ما تفتكرش ان انا عامل الفيديو ده مثلا عشان اوري لك قد ايه ان انا ولد مؤدب وعندي اخلاق ومحترم، لا ده مش جو الفيديو خالص. وحاجة كمان، بطل كل شوية تقعد تقولي ان انا قدوة، لان في ناس بتستعمل كلمة قدوة دي يروح حطك في قالب القدوة. فأي حاجة اقولها لك، على فكرة انت قدوة، ما ينفعش، لا لا لا، انا لا هقولك ما ينفعش وانت ما تقوليش ما ينفعش، لا ما تحطنيش في قالب. انا بني ادم بعمل حاجات صح اوقات، بعمل حاجات غلط اوقات، فانت شايف ان ممكن القدوة يبقى بالشكل ده؟ شخص بيغلط، شخص بيعمل حاجات كويسة، شخص بيعمل حاجات مجنونة، شخص عاقل اوقات، لو شايف كده ممتاز. تلاقيني في مره بشرب بيبسي عادي تقول لي ده انت قدوه، فين القدوه بتاعنا اللي بيشرب اللي ما بيشربش غازيات، مواد غازيه؟ لا لا، فاللي انا هقوله النهارده هقوله عادي، وما تقوليش ان انا قدوه. انا بعمل حاجات شخصيه جدا في نفسي، فبقول لك اللي انا عملته، فمش هطلع اعمل عليك فيها قدوه. فانت لازم تشوف كل النواحي بتاعتي، لان انا بحب كل الاشكال بتاعتي الوحشه والكويسه، وانت كمان لازم تشوف كده الحاجات الكويسه والوحشه اللي فيك، لازم تحبها. غلطاتك تعترف ان انت غلطت فيها وخلاص، حاجاتك الكويسه تقول ان انت بتعمل حاجات كويسه، لكن ما تحطش نفسك في انت اللي هو الشاب اللي هو ما شاء الله عليه كامل. انا مش الشخص ده. طولت طبعا كالعاده، داخله طبعا لازم الحته اللي هي اللي بطول فيها في الاول دي. لازم نبقى معترفين بحاجه، لو انت بتتفرج على الفيديو ده عندك 5 سنين، 10 سنين، 12، 40، 50 سنه، فلازم تعرف ان انت في فتره من حياتك لما كنت ضعيف وملكش اي ايد في اي حاجه في الحياه، كان في اتنين بيحاولوا يخلوك تاكل وتشرب. ده انا بقولك وبقول لنفسي، تاكل وتشرب وتلبس، حتى لو بتلبس خرقه قماشه، بتلبس كفوله قماش، مش بتلبس بامبرز بفلوس، بتلبس قماشه. فلحد ما بطلت تلبس الكفوله، او لحد ما انا بطلت البس الكفوله او البامبرز بتاعتي، الاتنين دول فضلوا يعملوا لي كل حاجه ممكنه في الحياه عشان اعرف انطق اول حرف، عشان اعرف افتح عيني، عشان اعرف امشي خطوه على رجلي. فده كده مبدئيا قبل اي حاجه. فطبيعي اي حد ايا كان مين بيعمل اي حاجه عشانك لازم كده كده تشكره، لازم تبقى فاهم ان ليه فضل عليك كده كده، ده مبدئيا طبيعي. وفي راجل محترم جدا اسمه خالد، يعني هو اكيد ممكن يبقى شاف الفيديو ده، قال كلمه خطيره. دايما تلاقي في القران ربنا بيقول لك ان انت تاخد بالك من ابوك وامك وتراعيهم وتبر بيهم والكلام ده، لكن عمره ما قال للاب او الام خلي بالكم من ولادكم يا جماعه لا ما قالش كده. ليه بقى؟ لان حط في قلب الام والاب الطبيعي حب وحنان واهتمام من غير ما انت اصلا تعمل اي حاجه. الكلمه دي لما قالها لي على طول قلت اللي هو ايه ده لازم اخلف قريب من كتر الجمال. بس طبعا طبيعي جدا كاي انسان في الوجود، طبيعي ان في لحظات كده بتبقى لحظات البني ادم اللي هو اللي ربنا بيقول لنا خلي بالنا منه كده، ده بني ادم برضه. ففي اوقات كده بيروحوا مبوظين لك خطط معينه، او بيربوك بشكل معين يبقى تقيل قوي عليك، او يخليك مش عارف تحقق حاجة او توصل لحاجة، لان هو نفسه ممكن يكون ابوك او امك او ابويا او امي اتربوا مثلا بشكل معين، فبقوا بيطلعوا الحاجات اللي هو حصلت لهم في حياتهم، حتى لو مشاكل او حاجات خايفين انها تتكرر معاك، فبقوا بيحاولوا يقفلوا عليك ويكتفوك ويخنقوك ويضربوك ويعملوا حاجات عجيبة تخليك عايز، يعني مش قصدي حاجة، بس عايز اللي هو انا عايز اقتل ابويا مش عارف اعمل ايه. فانا بمنتهى الصراحة
كل واحد طبعا وظروفه، وكل واحد ومشاكله، وكل واحد باللي هو بيمر بيه. احنا ما نعرفش بيحصل ايه في بيتك. طب انا افرض دلوقتي انا نفسي احقق حاجه، كان في حد كتب لي القصه دي، وده اللي خلاني سخني اعمل فيديو اصلا كمان، انه واحد كتب لي انا بحب اقرا روايات جدا، بس ابويا كل شويه لو شافني بقرا روايه يقول لي انت ما بتذاكرش. فانا قلت له اقرا من وراه. فلقيت حد بعت لي بيقول لي بص يا شعراوي، معلش انت طبعا انا بحبك جدا وكده، بس انت قدوه، فما ينفعش حد تقول له ان هو ما يسمعش كلام ابوه وتقول له يقرا الروايات، اصلا كمان الروايات ممكن يكون فيها حاجات غلط. فانا بصراحه قلت له طبعا حبيبي شكرا جدا وكده، بس انا هقولها تاني للشخص. اولا انا مش قدوه، برضو حطيني في قالب القدوه، واي حاجه هقولها هيقول لي انت قدوه ازاي ماشي. ولو انا الموقف ده حصل معايا، انا الراجل اللي انت بتقول له ما تقراش الروايه ده، او اللي ابوه بيقول له ما يقراش الروايه، هو برضو بيقول لك كده عشان خايف ان انت تاثر في مذاكرتك او حاجه، فشايف ان انت اللي هو طب الرواية، طب ما احسن تذاكر، ده هيسقط، طب انا مش عارف اصرف عليه، ده هيعمل ايه بعد كده. فتلاقي في ابوك في حاجات عجيبة بتدور في دماغه، بس هو مش عارف يقولها لك، مش هيشيلك همومه، بس هو قلقان عليك برضه، مش عايز يعرفك ان هو مش عارف يصرف عليك، ان هو مزنوق، اللي هو عاجز من كتر ما هو عايز يعيشك في مستوى معين. فهو مثلا ممكن يلاقيك بتقرا رواية مثلا، او عايز تروح الجيم، او بتتمرن في البيت، او بتعمل اي حاجة من الحاجات اللي انت بتعملها لنفسك، بيقول ايه ده ما بيذاكرش. في كمية حاجات في دماغه هيتجنن، شركته اللي هو فتحها مش عارف يقومها ازاي، وهتقع، ومفيش حد هيضطر مثلا يشتغل شغلانة تانية، هيبيع الشركة، هيعمل ايه، هيبيع عربيته، مش عارف يعمل ايه، في دماغه حاجات رهيبة. فهو بدل في اوقات ممكن تلاقي مثلا حاجة جاية ضربك، فانت تقول اللي هو ابويا وانا هسيب البيت، وانا بقولك يعني انا هسيب البيت ومش عارف ايه، انا ماليش غير اصحابي، احنا كده، ده جيم، ده فورمتي، ده انا عايز، ده عايز يكتمني. فتلاقي نفسك بتروح في دوامات رهيبة، مع ان هو طبعا في اكيد ناس حالات شاذة جدا وبيحصل حاجات عجيبة. فطبعا انا اسف ان ده بيحصل معاكم، اللي هو الناس بيحصل معاها الحاجات اللي هي الزيادة عن اللزوم، بس انا بقول اللي هي الحاجات اللي هي الطبيعي ومش طبيعي سنة، بس اللي هي مش الحاجات اللي هي ممكن واحد يروح جاي مثلا مكتفك ويسلخك مثلا، ما يعني فدي حاجة انا مش عارف اعمل فيها، انت لازم تبلغ البوليس مثلا. لكن في الحاجات اللي هي العادية، ان هو مثلا بيخليك ما تعملش حاجات نفسك فيها، بيحاول يقفل عليك، مش عارف ايه، ممكن يكون هو عنده حصل معاه مشاكل وهو صغير وبتطلع عليك، وارد. اللي انا بس عايز اقوله عشان ما اقعدش اخلي الفيديو يبقى طويل وهو الموضوع بسيط، اول حاجه تعملها ان انت لازم تشكر ربنا الاول على ان ابوك وامك عرفوا يخلوك تعيش لدرجه ان انت عارف تتفرج على الفيديو ده، فده يعني مبدئيا. تاني حاجه ان انت تروح لابوك وامك عمال على بطال تقعد تشكرهم كل شويه، حتى لو بيأذوك تشكرهم كل شويه على اللي هما بيعملوه. الطريقه دي بتخليه حتى لو هو جواه شر السنين شويه شويه هيفهم، اللي هو الواد مقدر، فعلى الاقل هيخف عليك سنه. بعد كده بقى الحاجات اللي انت عايز تعملها، وقولها لك تاني، اعملها في الخباثة من وراهم، لان هو اي حاجة انت عايز تعملها مش متعودين عليها او مش مستغربينها، حاسين ان هي حاجة غريبة عليهم، هيبتدوا يقفلوا عليك ويخنقوا عليك، لان هم مخضوضين وخايفين. الاهالي بتخاف من التغيير، مش اي حد عنده الفكر اللي هو بتاع طب لا خليه يجرب ويشوف، لا، ممكن يكون خايف عليك من التغيير، فالخوف بتاعه بيطلع عليك باشكال عجيبة. فانت عايز تتمرن، عايز تلعب كورة، عايز تبقى احسن راجل روائي، عايز تلعب مزيكا، اعمل الحاجات دي في النص في الخباثة، وعندك انستجرام وفيسبوك تعرف تظبط امورك، وممكن تجيب فلوس من يوتيوب، وممكن تجيب فلوس من انستجرام، وتعمل حفلات لايف على انستجرام بعيد عن الاهالي خالص، حاجات اللي هو مش هتضطر مثلا تنزل من البيت وتاخد الجيتار بتاعك وتلف على الديسكوهات، لا، هتقدر تعمل لنفسك ايا كان سنك ايه مجتمعات بتاعتك وفانز بتوعك وناس هتقدر الحاجة اللي انت بتعملها، سواء قصص، روايات، افلام، تصوير، اي حاجة هتعرف تعمل ده. مش لازم تخش في جو اللي هو ابويا مش عايزني اعمل، مش عارف، لا، مش لازم يبقى ده الجو. ما تدخلش نفسك في الدوامة دي، هتعرف قدام، بجد انا بقولك والله، هتعرف قدام ان الموضوع اللي هو ده ابويا كان عامل كده. حط في دماغك دايما ان ابوك مش هيتغير او امك مش هتتغير، لان هم كبار، فالتغيير بقى صعب عليهم قوي، هم متعودين على حاجة معينة ومتعودين على تربية معينة، وفرق بينك وبينهم بتاع 20 سنة، 25 سنة، 30 سنة، فطبعا بالنسبة له اللي هو ممكن ما يفهمش قوي. يعني الحمد لله ان انا مثلا انا عندي 37 سنة، حضرت السوشيال ميديا من قبل ما تظهر لحد ما ظهرت، فلو هما مش موجودين في الكلام ده، انت فاكر ابوك وامك لما كانوا بيشوفوا فيسبوك ولا واتساب؟ واتساب، واتساب ايه اصلا؟ كان بالنسبة لهم مش اوبشن هو يخش على فيسبوك ويقعد يعمل لايك لاصحابه ويحط صوره، الموضوع مش موجود. شوف خدوا قد ايه عشان يتعودوا على القصه. يعني انا مش عايز اقعد ارغي كتير، خليك كويس مع ابوك وامك عشان الحاجات دي بتقول حاجات معينه فيك،
استحمل اللي هما بيأذوك او الكلام ده كله، اعمل حاجات في النص من وراهم، مش الحاجات المخدرات والكده لا، يعني الحاجات اللي انت شايف ان انت هتبقى ناجح فيها مش لازم تقولها لهم في الاول، بس لما توريها لهم بعد ما تنجح الموضوع هيختلف تماما، هيحس اللي هو ايه ده نجح فعلا. وطول ما انت بتقول لهم شكرا على كل حاجة كده كده، ويشوفوك بتعمل حاجة اللي هم حاسين ان هي انسب لك، هتعرف تخليهم يهدوا سنة، فحبة حبة تاتا تاتا الموضوع هيظبط. بس كده، شكرا قوي يا جماعه ان اتفرجتوا، ولو عجبكم الفيديو طبعا متنسوش تعملوا سبسكرايب على الحاجات اللي موجوده تحت دي عشان يجيلكوا اخبار انا حاجه جديده بعملها في حياتي على الفيديوهات. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.